بسم الله سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا رب العالمين. بسم الله نبدا سعاده جديده من داخل ورش التصنيع. حاجه بسم الله ما شاء الله محترمه جدا، من اشهر غرف النوم اللي بفضل الله تميزنا بيها، وتسلم ايد الصناعيه الرجاله اللي شغالين فيها، وبفضل الله محققه مبيعات محترمه جدا، والعملاء بيقولنا بيعدلوا فيها حسب الطلب. دي اللي ضرب كونتر قبل كاس روسي، بسم الله ما شاء الله، ده اللي الرواز معلق معانا. القطعه دي بتزود او حسب ما العميل عايز، انا عايز يضيقها تمام، عايز يوسعها مفيش مشكله حسب المساحه. شغل بسم الله ما شاء الله مميز جدا، معانا الدار كله مطلوب مقاسات خاصه في الشغل ده. ده بيتنجد بيتشال تحت منه قبل كاس، برضه العميل بيستلم نجاره ويتفرج على الشغل بقى مبسوط. حاجه بسم الله ما شاء الله محترمه، قشره طبيعي. اتنينكم مديره مطلوبين بمقاس معين، 71 سم من تحت بالظبط مطلوب الدولاب، يبقى دولاب. دولاب ما شاء الله 6 ضلفة على مقاس 72 بالارتفاع ده، نفس التصميم بالظبط، الرسومات جايه لنا كاد بفضل الله تم التنفيذ على اعلى مستوى. ده عاملينه من الورا بشاط زان بحيث يبقى قافل على الضلفة بالمنظر الجمالي ده، المفصلات باكم، حاجة محترمة جدا، مدزول قلب ارو مصنع، حاجة نظيفة، معمول الادراج كلها زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم، مقابض بلت ان داخليه. طبعا الاوضه ما شاء الله ربنا يبارك لاصحابها، يعني تسليك فيزان علوي، كل حاجه بتفاصيل العميل بالرجوع اللي معاه. برده معانا في المنتصف الادراج والشغل حاجه ما شاء الله محترمه، مقابض بلت ان ارو مصنع رايق، مفصلات باكن، قشره طبيعي، بفضل الله بفضل الله وحده. الرجاله على قدر عالي من المسؤوليه، وفي ظل الظروف الحاليه احنا برضو شغالين، خط الانتاج شغال مش واقف زي ما شايفين، برضو الشغل حاجه ما شاء الله عظمه، هنا مطلوبه بالمنظر الجمالي ده، تسكيك فيزان قشره ارو مصنع. الرجاله يعني بفضل الله وحده بتعمل شغل محترم جدا، ما بنبخلش على الشغل بحاجه. الظهور كلها قبل حسه، ظهر قبل حسه، ظهر الدولاب من الخلف بالكامل زي ما انتم شايفين، جوده الشغل من الخلف قبل كاس ايه بفضل الله، شايفين نظافه الشغل. اي استفسار على 510-2005-2407، شركه ارينا للتشطيبات والدخول. ربنا يبارك لاصحاب الشغل، وتسلم ايد الرجاله اللي اشتغلت في الشغل، انتظروا في التشطيب. شكرا.